لا شك اليوم الاجتماعات الأخيرة بين القادة الأمنيين وتحرك القطاعات على محاور القتال المشرفة على مدينة الموصل، لا شك اليوم هذا الأمر يعني يؤذن ببدء ساعات الصفر الأخيرة لانطلاق عملية تحرير مدينة الموصل. هذه الاجتماعات حقيقة أتت متزامنة مع التوافقات السياسية الأخيرة التي حصلت بين حكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وكذلك بين الحكومة المحلية. اليوم لا شك أن هذه الاجتماعات لا بد منها في هذه المرحلة من أجل توزيع المهام وإعداد خطة محكمة من أجل أن تحرر المدينة بأسرع وقت وبأقل الخسائر. طبعا هناك محاور رئيسية سينطلق منها العمليات. المحور الرئيسي الأول اللي هو باتجاه منطقة جنوب الموصل، منطقة القيارة، وكذلك المحور الثاني محور الخازر، ومحور الآخر محور بعشيقة، وكذلك محور المؤدي إلى سد الموصل. هذه المحاور الرئيسية سيكون أيضا هناك جهد إغاثي ترافق العمليات العسكرية من أجل تقديم الدعم الإغاثي للمناطق التي ستحرر تباعا أثناء عملية التحرير. لا شك اليوم ما يحصل في الإعلام من تصعيدات بين جميع الأطراف التي تريد حقيقة أن توتر الوضع أثناء عملية التحرير. نحن اليوم نقول أن القوات العسكرية المعدة لتحرير مدينة الموصل هي قوات عراقية من أبناء مدينة الموصل ومن أبناء هذا الوطن العزيز. هذه القوات حقيقة قوات مدربة ومعدة إعداد كبير جدا، وأيضا قد خاضت معارك تحرير في مناطق وأثبتت حقيقة نجاحها. لهذا نؤكد على كل القادة الأمنيين توخي الحذر والحيطة، وأيضا إعطاء اليوم تحرير مدينة الموصل سيكون له شأن كبير جدا وسيكذب كل الادعاءات والافتراءات التي أخذت تأتي إلى القوات الأمنية المحررة. لا شك هناك جهد مسيطر سيكون ضمن المناطق المحررة، وتم تكليف السادة النواب السيد المحافظ من أجل المسؤولية على هذه المراكز. هذه المراكز سيكون فيها جهد إغاثي للمناطق التي ستحرر، وكذلك فيها جهد خدمي من دوائر الكهرباء والصحة والتربية من أجل إعادة الحياة إلى المناطق المحررة وبأسرع وقت ممكن. التوجيهات من قبل القيادة المشتركة ومن قبل قوات التحالف الدولي هو بقاء الناس في منازلها، لأن كما هو معلوم لدينا تجربة كما حصلت في القيارة وفي الشرقاط، بقاء الناس في منازلها هو الأفضل. لكن لا شك إذا حصل هناك مناطق نزوح وخاصة المناطق القريبة من مناطق بدء العمليات سيكون هناك أيضا مخيمات معدة لاستقبال النازحين، لكن توقعاتنا وتوجيهاتنا أن يبقى الناس في بيوتهم وأن يتبعون التعليمات التي ستكون من خلال المنشورات وكذلك من خلال القنوات الإعلامية.